أنا رايح أتوب لربنا ليه؟ عشان يسامحني، بس أنا مش مسامح أخويا. طب ما تروح تسامحه. لا مش قادر، نفسيتي مش جايبة، ذاتي مش جايبة، لأنه ما غلطش غلط عادي، ده غلط غلطة كبيرة، فلازم لازم ما أنسى الموضوع ده. ما أنا مش هعتذر له ولا هغفر له ولا هعذره. يا سلام، طب إيه رأيك بقى إن إحنا كل مرة في أبانا الذي لما نيجي نصلي بنقول واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. عارفين أبانا الذي فيها طلبات كتيرة قوي، لكن الطلبة الوحيدة اللي ربنا راجع عليها بعد ما علم التلاميذ أبانا الذي قال لهم هكذا أنتم أيضا إن لم تغفروا للناس ذلاتهم لن يغفر لكم أبواكم السماوي. يعني إيه؟ يعني لازم تغفر. أيوة بس هو غلطان. طب ما هو طبيعي، أنا لما بغفر لازم أغفر لواحد غلطان، بس هو ما اعتذرش. مش مهم يعتذر، المهم إنك قدام ربنا على الأقل تكون مسامحه وقلبك نقي من ناحيته، يعني مش شايل ولا غضبان ولا واقع في إدانته. علشان كده مهما اللي قدامي عمل فيا، لو أنا مش عارف أغفر الحقيقة أنا عندي مشكلة خطيرة أوي.